السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا فيكم يا شباب بالقناة. مقطع جديد على Apex Legends. طبعا بهذا المقطع راح أشرح لكم كل شيء جديد عن الأبديت اللي نزل مبارح للأبيكس ليجند، وأرجيكم شو محتويات هذا الأبديت. أول شيء، لو مش مشتركين بالقناة تقدروا تشتركوا بالقناة هلأ حاليا، ولو عجبكم المقطع تحطوا لايك والشير والدعم يا شباب. ولا تنسوا انه هذا المقطع هو سبونسرد عن طريق الاي اي، عن طريق برنامج الاي اي جيم تشينجرز. لو عجبكم المقطع حطوا لي بالكومنت شو اكثر شيء عاجبكم بالشخصيات الجديده او السكنات او الاسلحه الجديده، وان شاء الله انا بسوي جيف اوي قريبا على كوينز الابيكس كوينز ان شاء الله. تمام، بنبلش معاكم بالسيستم الجديد او الايفنت الجديده اللي مساوينها. طبعا هاي الايفنت حيكون في الى مثل الباتل باس، حيكون في الى مراحل. كل ما تخلص مرحله بيفتحوا لك اشياء جديده. بتبلش ب 250 لل 500 لل 5000 اخر شيء. طبعا انا لعبت امبارح كم جيم واليوم سو فار يعني اللعبه حلوه ما شاء الله، السكنات حلوين، وفي شغلات جديده بالستور. طبعا الستور في عندكم هدلون سكنات الايبك وفي الليجندري. بتقدر تجيب هالسكنات هدلون اما عن طريق الكرافت او عن طريق الابيكس كوينز. بورجيكم السكنات. في عنا هذا البلود هوند الايبك، الريث. طبعا في سكنات الليجندري حلوة كتير، هلا بتشوفون. هي في عنا كمان البانر ل جبرالتر، وفي شغلات هاي شفناها، سكنات للأسلحة. طبعا هاد لون إيبك. هي الهيملوك شفتها على الجيم بلاي، هي حلوة طالعة، ممكن إني أخليها. وفي عنا سكن للسبيت فاير، كمان ألوانهم حلوة. سكن لجي 7 سكاوتس، شوفوا الديتيلز هون موجودة. ال RE45، وفي السكاي دايف كمان. هي لو لاحظتوا الدرون تبع كريبتو موجود حاليا هون، وهلا حاليا باغلب الشغلات الجديدة موجود الدرون تبع كريبتو. في عنا هي، انا عجبتني السكاي دايف تبع البلود هوند، حلوة. وفي عنا هدلون كمان، هاي طبعا الجمجمة كمان حلوة. منروح على الليجندري. طبعا لتفتح الايرلوم تبع اوكتين لازم يكون عندك هدلون كلياتهم ال 24 ايتمز الجداد. فيك تشتري كمان الباكس عن طريق الكوينز. الواحد ممكن ب700، صح، الواحد ب700 وبيطلع لك كل شيء موجود تحت، بس ليطلعوا لك تقدر تفتح الايرلوم. في عنا هاي الباتفندر، هذا السكن تبع الباتفندر، السكن تبع اوكتين. طبعا انا هلا مساوي له اكويبت XLR8. وفي عنا السكن كمان تبع جبرالتر، وهي السكن تبع بانجلور. اخيرا نزلوا لها سكن حلو في الجيم. كل السكنات اللي موجوده ما كانت تعجبني، بس هي سكن ما يعني حلوه، ما زي الايفنتس اللي قبلها اللي عم ينزل فيها سكنات. وهي السكن طبعا حلوه تبع كاستيك، انا ساويت لها اكويبت. طبعا تقريبا كل السكنات انا ساويت لهم اكويب. وفي عنا كريبتو كمان، هي السكن حلوه تبع كريبتو، شوفوا حاطينه مثل الي على الانسان، تفاصيل حلوة طالعة. قرب شوي. بعدين في عنا هاي كمان انا ساويت لها اكويب تبع ميراج، هذا السكن حلو كمان، مساويين تفاصيله حلوة. يعني هذا الايفنت حاسس انه السكنات كانت احلى سكنات نزلت حاليا او نزلت من السيزون 1 لهلا. شوفوا التفاصيل تبعيتها والالوان، يعني اهنيكم يا ايبكس.
هاي السكنات تبعت الأسلحة الليجندري التريبل تيك، وفي عنا للالتنيتر هذا مع الهورن تبعيته ديفيلز رايت هاند اسمه، وفي عنا سكين للار 301 كمان هذا السكين حلو، والسكين للديفوشن طبعا هذا الديفوشن بتحصلوه من الليجندري من الدروب، واخر شيء عندنا التشارج رايفل. ما اعتقد انا ما بحب استعمله كتير، يعني ممكن لو ما حصلت سلاح بضرب ميلي وما باخذ هذا السلاح، بس اخذته كم مره وظريف، بس انه المشكله لازم تكون مسافه بعيده، لانه لو قريب عليك خلاص بتعتبر حالك رحت. وبس تشتريهم كلهم او تجيبهم كلهم تفتحهم كلهم بيعطوكم واحد ابيكس باكس، طبعا بس تفتحه بيطلع لك الهيرلوم تبعيت اوكتين. الهيرلوم بيكون طبعا عبارة عن ثلاث اشياء، البانر وال طبعا الايموشن تبعيته والسلاح. بورجيكم الجيم بلاي تبعيته، وفي شغلة جديدة ضافوها على الستور يلي هي الايرلوم. طبعا هتلون الاشياء هي تبع ريث، هي تبع باتفندر، تبع بلود هون، وتبع لايف لاين. كيف بتجيبوا هدلون؟ طبعا فيك تساوي لبرشيز ب 150 هدلون، غير طبعا الكرافت اللي عندك هون. هدلون الكرافت العادية، هدلون بيكونوا الهيرلوم كرافت، بس تقول له برشيز بيقول لك انه بدك هيرلوم كرافت. هلا كيف حاليا بدك تحصل هيرلوم كرافت؟ هدلون بيطلعوا لك عن طريق الابيكس باكس، عن طريق الباكس العادية، الصناديق العادية او اي صناديق تانية. ممكن يطلع لك بدل ما يطلع لك الايرلوم بصير بيطلع لكم الباكس او الايرلوم العملة تبعيتهم الكرافت. هذا كل شيء على الستور والايرلوم والشغلات هاي. طبعا هون في عندكم التشالنج تبعيت الايفنت، بس تفوتوا عليها. هدلون طبعا خمس مراحل لحتى توصل لل طبعا الليفل، وبيعطوك كمان اشياء تساويها يوميا او اسبوعيا سوري، وتحاول تخلصها عشان تحصل بوينتس للايفنت. شو رايكم بالايفنت وشو رايكم بالسكنات؟ هلا بفوت على التدريب عشان ارجيكم الايرلوم تبع اوكتين. هذا السكن لا تمام، هذا هو السكن جبرالتور. شو رايكم فيه؟ في عنا لايف لاين، ما عنا سكين. هاي السكين تبع الباتفاندر، طبعا انا بصور لايف ما حيكون في تسجيل، وارجع ساوي الصوت عم اساوي لكم لايف سوري، اسجل وبنزله على اليوتيوب. وهون في عنا هاي تبع بانجلور، طبعا السكين حلو. هذا كوستيك كمان، هذا من احلى السكنات اللي نزلت لكوستيك على السيزن. ميراج كمان هذا احلى سكن لميراج، شوفوا التفاصيل تبعيته كله. اوكتين طبعا عندي الايرلوم تبع اوكتين، هذا السكن حلو. وهذا اخر سكن يلي بيعطوكم اياه لكريبتو. تمام، انا هلا حفوت ارجيكم الايرلوم تبعيت اوكتين فايرنج رينج، حط ريدي. هذا هو الابديت بشكل عام. هدلون الاشياء اللي نزلوها، وفي شغلات جديده بالان جيم يلي هي الدرع. طبعا الدرع هذا اللي انت بتحصله ممكن انك انت بتحصله باي مكان، طبعا اللوت حيكون نفس المكان كل مره بتنزل فيها. وشيلد حتحصله انت اول شي ليفل 1 حيكون، وكل ما تساوي دمج معين لأي شخص بيتلفل الشيلد اللي عندك. طيب انا خليني ارمي لكم هاد عشان تشوفوا الايرلوم تبعيته. هاي طبعا الإبرة تبعيته،
هاي وقت اللي بيركض نجرب نساوي طبعا الدمج حيكون دمج عادي زيه زي الملي. بعد انا ما شفتت جربتها ولعبت فيها وقتلت حدا فيها امبارح فتحتها وكان الوقت متأخر بس هي الانيميشن تبعيتها حلوة عجبتني نرجع نساويها مرة تانية. طبعا هي طبعا هي انه ما في فرق بينه وبين الملي تبعيت اوكتين او اي واحد تاني نفس الدمج مثل ما خبرتكم. والاصوات تبعيتها كمان حلو. تمام يا شباب هذا بيكون هيك نهاية المقطع. اكتبوا لي بالتعليقات شو رايكم بالابديت الجديد وشو اكتر شي عجبكم فيه وشو متحمسين اكتر شي بهذا الابديت. وان شاء الله تابعوني على تويتر كله موجود تحت في الديسكريبشن. بسوي جيف اوي قريبا على ابيكس كوينز للبلاي ستيشن وللبي سي. ولا تنسوا الدعم واللايك والاشتراك بالقناة لو مش مشتركين. ومنشوفكم بالمقطع الثاني ان شاء الله قريبا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.